محطتنا التالية في رأس الخيمة، حيث ينظم فيها مهرجان عوافي السنوي. هذا المهرجان الذي يسعى إلى تحقيق أهداف على المستويين المحلي والخليجي، منها تسليط الضوء على رأس الخيمة سياحيا واقتصاديا والتعريف بتراثها وثقافتها. محمد رمضان زار المهرجان ونقل لكم أجواءه. بين سحر الرمال والأجواء اللطيفة، تجمعات شبابية كثيفة في منطقة عوافي التي يلجأ إليها الشباب كمتنفس لهم في نهاية الأسبوع للجلوس بين أحضانها وممارسة هوايتهم المختلفة. البقي هاي ومارسها في الرمل، طبعا على الشارع ما يستوي. جاي نستمتع بمهرجان عوافي، ما شاء الله الأجواء حلوة، العالم كله موجود، زحمة، البرامج الموجودة في المهرجان. وشرطة رأس الخيمة ما شاء الله مو مقصرين، من سنة لسنة ينظمون عوافي أكثر وأكثر، نطالع الناس ونطالع الدراج ريس ونصعد ونقاطع. عندك رمل وجبال وتصعيدات وسيارات وكذا، بالمدينة ما فيك شيء. هذا شيء حلو يعني، مرة بالأسبوع مثلا كذا بالإجازات، حلو اللي بهذه يطلع له. نحن جايين يعني نستانس في الويكند، يعني مثل مهرجان عوافي الصغارية عندي أنا يعني يستانسون. عوافي أيضا غير مقتصرة على الشباب، فهي ملاذ للعوائل وفلذات أكبادهم يقضون فيها أجمل الأوقات وأحلاها بين حدائقها وقريتها التراثية المزدحمة بالأنشطة الترفيهية والثقافية والمزودة بكافة المرافق الخدمية. والله طال عمرك هذا المكان مكان طيب حق الأسر وحق الأطفال، ومحماي من كل شيء، يعني ما يلحق أي شيء، وطعمك فيه متوفر، كل شيء موجود عندك، الأكلات الشعبية موجودة بأجمعها، عندك الألعاب حق الأطفال، عندك المسابقات حق الكبار والصغار. مهرجان عوافي يصاحبه العديد من المسابقات الرياضية، ومن أبرزها سباق الدراج ريس الذي يحظى باهتمام كبير من اللجنة المنظمة لاجتذابه عددا كبيرا من محبي السباق من جميع أنحاء الدولة والمنطقة. المتعة والتشويق والإثارة كلها تجتمع في عوافي التي تستحق وبجدارة الزيارة. نشرة أخبار الدار، محمد رمضان، رأس الخيمة.